أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعتوا في الأرض مفسدين. في هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، ولقد بعث الله شعيبا عليه الصلاة والسلام إلى أهل مدين، وأهل مدين هؤلاء منسوبون إلى جدهم مدين ابن إبراهيم عليه السلام. وهؤلاء أهل مدين هم كانوا يسكنون في منطقة تسمى معان، منطقة تسمى معان، وهذه المنطقة اجلس يا أخي، هذه المنطقة بين الحجاز والشام، بين الحجاز والشام. وذكر الله تعالى هنا قصتهم، وهؤلاء يسمون بأصحاب الأيكة أيضا، أصحاب الأيكة، لأن المكان معان الذي كانوا يسكنونه، هذا المكان كان يجاور مكان آخر الذي كان ملتف بالأشجار، كان ملتف بالأشجار، كانت فيها أشجار كثيرة، والأيكة بمعنى شجرة، فسموا بأصحاب الأيكة إذن. وشعيب عليه الصلاة والسلام جاء إليهم ودعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ونهاهم عن الشرك، وكذلك أمرهم بإيفاء المكيال، أوفوا الكيل، وكذلك نهاهم عن النقص في الميزان، لأن هؤلاء كانوا أهل التجارة وأهل الزراعة، وكانوا يطففون وينقصون المكيال، فنهاهم عن هذا، ونهاهم عن جميع الفساد في الأرض. وهؤلاء كانوا يكذبون شعيبا عليه الصلاة والسلام، وعندما أصروا على إيذاء شعيب عليه السلام وتكذيبه نزل عليهم عذاب الله تعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاث كلمات في عذابهم: صيحة ورجفة وعذاب يوم الظلة. فالصيحة بمعنى صيحة جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه الصلاة والسلام صاح بهم، يعني أخرج صوتا، وهذا الصوت كان سببا لهلاكهم. والثاني الرجفة، الرجفة بمعنى زلزلة، بمعنى زلزلة. فعندما صاح جبريل عليه الصلاة والسلام بهم فوقعت زلزلة في أرضهم، وكانت الزلزلة الشديدة سببا لهلاكهم. وكذلك ذكر الله تعالى عذاب يوم الظلة، فعذاب يوم الظلة يعني ظهرت فوقهم سحابة، وظنوا أن هذه السحابة ينزل منها المطر، ولكن نزل عليهم النار، نزلت عليهم النار من هذه السحابة. فهذه ثلاثة أنواع من العذاب، وبعضهم قالوا الصيحة والرجفة بمعنى واحد. ذكر تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أي أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، سماه أخاهم لأنه كان نسبه يعود إلى مدين ابن إبراهيم، وهو كان من هذا القوم. وبعضهم ذكروا نسبه أن شعيب عليه السلام هو ابن ميكيل ابن يسجر بالراء أو بالنون، بعضهم ذكروا بالراء وبعضهم ذكروا بالنون، ابن يسجر أو ابن يسجن، ابن مدين، ابن مدين ابن إبراهيم عليه السلام. فشعيب عليه السلام بعثه الله تعالى إلى أهل مدين، فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده، وأمرهم بإخلاص العبادة له وترك عبادة الأصنام، وأمرهم أن يفعلوا أعمالا صالحة، وبهذه الأعمال هم يرجون ثواب الآخرة، ونهاهم عن المعاصي حتى يخافوا الوقوف في عذاب الله يوم القيامة. فقال يا قوم، يا قومي، لأنه كان منهم، لأن شعيب عليه الصلاة والسلام كان من مدين وهو يخاطب أهل مدين، فقال يا قومي، أصله يا قومي نسبة إلى نفسه، اعبدوا الله أي وحدوا الله سبحانه وتعالى، وأفردوا العبادة لله سبحانه وتعالى، وأخلصوا العبادة له،
وارجوا اليوم الآخرة، والمقصود يعني لا تشركوا مع الله آلهة أخرى، ووحدوه بالعبادة والطاعة، وارجوا اليوم الآخرة، وارجوا اليوم الآخر. المراد من رجاء يوم الآخر يعني إما أن الإنسان يرجو ثواب يوم الآخر، أو يرجو أو يخاف من عذاب يوم الآخر. إما الرجاء، إما بمعنى أنه يرجو ثواب يوم الآخر، أو معناه أنه يخاف من عذاب يوم الآخر. فإذا يرجو ثواب يوم الآخر فيعمل عملا صالحا، وإذا يخاف من عذاب يوم الآخرة فهو يتجنب المعاصي. فقال وارجوا اليوم الآخرة، فخاطب القوم وأمرهم بأن يرجوا، أي بأن يخافوا عذاب الآخرة، وأمرهم بأن يرجوا يوم الآخر بمعنى أن يعملوا أعمالا صالحا، وبهذه الأعمال هم يرجون ثواب الآخرة، لأن الإنسان يرجو ثواب الآخرة بسبب الأعمال الصالحة. فالرجاء إما بمعنى رجاء الثواب أو بمعنى خوف العذاب. وارجوا اليوم الآخر أي اعملوا أعمالا صالحة وبهذا ترجون ثواب الآخرة، وتجنبوا الأفعال السيئة والمعاصي والشرك حتى تخافوا من عذاب يوم الآخرة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تفسدوا في الأرض أشد الإفساد. أولا نهاهم عن عبادة الأصنام، وأمرهم بأن يعبدوا الله وحده، وخوفهم من عذاب الآخرة، ورجاهم إلى ثواب القيامة، ثم نهاهم عن جميع أنواع الفساد، ثم نهاهم عن جميع أنواع الفساد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ما كانوا يفعلون، فقال تعالى في الآية 85 وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهذا يدل على أنهم كانوا يطففون المكيال. فأوفوا الكيل والميزان أي أكملوا الميزان، إذا أخذتم من أحد فخذوه كاملا وافرا، وإذا أديتم حقوق الناس إليهم فأدوا إليهم الحقوق كاملة. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ثم بعدما ذكر بالعموم أوفوا الكيل والميزان نهاهم بالخصوص عن البخس، والبخس هو النقص، نقص في الميزان وفي الأشياء. فقال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لأنهم كانوا يفعلون ذلك، كانوا أهل التجارة وأهل الزراعة، وعندما كانوا يؤدون الناس حقوقهم فكانوا يبخسون وينقصون في حقوقهم. وقد درستم في سورة التطفيف معنى التطفيف، وكيف كان يعني أهل التجارة التجار في المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. وهكذا كانوا يجلسون في التاريخ ويمنعون الناس من الإيمان بشعيب عليه الصلاة والسلام، الذي أراد أن يذهب إلى شعيب عليه الصلاة والسلام للإيمان به فكانوا يمنعونه من ذلك، يصدون الناس وتصدون عن سبيل الله من آمن به، والذي آمن به أيضا كانوا يؤذونه ويمنعونه من أن يستمر بالإيمان بشعيب عليه الصلاة والسلام. هذا في سورة الأعراف الآية 85 و86. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، تعثوا هذا من عثي يعثى، عثي يعثى من سمع يسمعه، من سمع يسمعه، وأصله ولا تعثيوا، ولا تعثيوا جرت قاعدة قال وباع، أبدلت الياء بالألف بسبب أنها كانت متحركة وما قبلها فتحة، ولا تعثيوا يا متحركة ما قبلها فتحة، أبدلت الياء بالألف فأصبح لا ولا تعثوا، اجتمع الساكنان الألف والواو فسقطت الألف فأصبح ولا تعثوا. وتعثوا بمعنى لا تفسدوا، ولا تفسدوا في الأرض حال كونكم مفسدين، مفسدين هذا حال من ضميري لا تعثوا، ولا تعثوا حال كونكم مفسدين في الأرض. وهذا هذا الحال كلمة مفسدين في نفس المعنى لتعثوا، هذا يسمى حال مؤكدة لعاملها، حال مؤكدة لعاملها، لأن الحال جاءت في نفس المعنى التي جاءت فيها عاملها.
لا تعثوا في الأرض مفسدين، فلا تعثوا بمعنى لا تفسدوا، ومفسدين أيضا بمعنى الإفساد. فهذه حال، يعني مفسدين حال، حال مؤكدة لعاملها، يعني جاءت للتأكيد. هذه الحال هنا وردت للتأكيد. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكذبوه، شعيب عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الإيمان بالله تعالى وإلى ترك عبادة الأصنام والأوثان، ونهاهم عن البخس في الميزان وعن التطفيف، وأمرهم بإيفاء الكيل والميزان. فهؤلاء كذبوه وقالوا لا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار، وقالوا لا يوجد اليوم الآخر، لا تخوفنا بهذا. فكذبوه فأخذتهم الرجفة، فنزل عليهم عذاب الله. أخذتهم الرجفة، أهلكهم الله تعالى بعذاب الرجفة. أخذتهم الرجفة أي أهلكهم الله بعذاب الرجفة. فأصبحوا في دارهم جاثمين. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الرجفة، ذكر الله تعالى الرجفة، والرجفة كما قلنا بمعنى الزلزلة الشديدة، الزلزلة في الأرض الشديدة. فأخذتهم الزلزلة الشديدة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة هود في الآية 94، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة، أخذهم الصيحة، والصيحة بمعنى صوت جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل عليه الصلاة والسلام صاح بهم صيحة، وهذه الصيحة كانت شديدة حتى يعني ماتوا بسبب هذه الصيحة. الآية 94 في سورة هود، وفي سورة هود في الجزء الثاني عشر. فكذبوه فأخذتهم الرجفة. فذكر الله تعالى هنا الرجفة، وذكر هناك الصيحة، وذكر في سورة الشعراء عذاب يوم الظلة. فقال في الآية 189 فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فعذاب يوم الظلة معناه ظهرت لهم سحابة في السماء، سحابة في السماء، وظنوا أن المطر نازل بهذه السحابة، ولكن نزلت عليهم النار، نزلت عليهم النار. وهكذا جمع الله تعالى عليهم ثلاثة أنواع من العذاب: الصيحة، صيحة جبريل عليه الصلاة والسلام، والرجفة، زلزلة الشديدة، ونزول النار من السماء. وكل من هذا العذاب كان كالمقدمة للآخر، كان كالمقدمة للآخر. مثلا الصيحة أولا، كانت الصيحة مقدمة للرجفة، والرجفة كانت مقدمة لنزول النار. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. لما نزل عليهم عذاب الله وأهلكهم الله سبحانه وتعالى أصبحوا ميتين هامدين، لا حراك بهم، لا يسمع لهم ركزا صوتا خفيا، ولا يحس لهم أحد حركة. فهكذا أصبحوا. فقال فأصبحوا في دارهم جاثمين، أصبحوا يعني عندما دخلوا في وقت الصباح. أنتم درستم في علم الصيغة باب الإفعال يأتي بمعنى الدخول في المأخذ، في من خاصية باب الإفعال أنه يأتي بمعنى الدخول في المأخذ. فأصبحوا، أصبح المأخذ هو الصباح، فدخلوا في الصباح، دخلوا في الصباح حال كونهم جاثمين، يعني معناه نزل عليهم العذاب في وقت الصباح عندما أصبحوا، أو في وقت الليل، وعندما أصبحوا كانت حالتهم أنهم كانوا في حالة الجثوم، كانوا جاثمين. وجاثمين هذه الكلمة مأخوذة من جثم الطير، من باب ضرب يضربه، جثم الطير يجثمه، معناه وقع الطير على صدره ولزم مكانه ولم يبرح ولم يتحرك من مكانه. جثم الطير معناه وقع الطير على صدره، وقع على الأرض على صدره ولزم مكانه، لزم مكانه ولم يبرحه، لم يتحرك من مكانه. فهؤلاء أصبحوا يعني جاثمين بمعنى ميتين هامدين لا حراك بهم، أصبحوا يعني لازمين الأرض لأنهم قد ماتوا وهلكوا، وبعد الهلاك الإنسان لا يتحرك. فقال فأصبحوا في دارهم أي في مساكنهم، المساكن التي كانوا يسكنونها، جاثمين. وجاثم يأتي بمعنى البارك، بمعنى بارك، باركين،
باركين. البروك هو جلوس على الركب، الجلوس على الركب يسمى برك، يقال بركة. الإبل أيضا يقال له برك الإبل بمعنى قاعدة، لأنه يجلس هكذا على الركب، فبركة يأتي بمعنى يعني جلس على الركب. وهنا المقصود يعني عندما نزل عليهم العذاب سقطوا على الركب وسقطوا على صدرهم وأصبحوا متصلين بالأرض لا يتحركون بسبب أنهم ماتوا وهلكوا. وهذا هو عذاب الله سبحانه وتعالى النازل بهم. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ثم ذكر الله تعالى إهلاك عاد وثمود فقال وأهلكنا عادا وثمودا. عادا وثمودا منصوب بفعل مقدر تقديره أهلكنا، أهلكنا عادا وثمودا. وقوم عاد هم الذين بعث إليهم هود عليه الصلاة والسلام، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا. الله بعث إليهم هود عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء كانوا يسكنون بالأحقاف، وأحقاف قريب من حضرموت باليمن، قريب من حضرموت باليمن، فكانوا يسكنون الأحقاف. وثمودا قوم ثمود الذين بعث إليهم صالح عليه الصلاة والسلام، وإلى ثمودا أخاهم صالحا، وهؤلاء كانوا يسكنون بالحجر، كانوا يسكنون بالحجر وهو موضع بين الشام والحجاز، قريب من وادي القرى، بين الحجاز والشام وقريب من وادي القرى. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وقد تبين لكم من مساكنهم، قد تبين بمعنى قد ظهر، قد ظهر لكم من مساكنهم. من مساكنهم يقول بعض العلماء المراد منه ظهر لكم بعض مساكنهم، من مساكنهم أي من بعض مساكنهم، ظهر لكم بعض مساكنهم، لأن أهل العرب يعني أهل مكة المكرمة كانوا يسافرون إلى الشام وإلى اليمن للتجارة، فعندما كانوا يسافرون إلى اليمن يمرون على ديار قوم عاد على الأحقاف، ويظهر لهم بعض مساكنهم، ينظرون إلى آثار الديار وآثار الدمار والهلاك، ويعرفون أن قوم عاد قد أهلكهم الله تعالى بسبب تكذيبهم الأنبياء وبسبب كفرهم وشركهم والمعاصي، الله أهلكهم. وهكذا عندما كانوا يسافرون إلى الشام كانوا يمرون على ديار قوم ثمود، وكانوا ينظرون إلى آثار الدمار والهلاك، وكانوا يعلمون أن قوم ثمود هلكوا بسبب كفرهم بالله وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال وقد تبين لكم من مساكنهم، إما المراد منه أنه قد ظهر لكم بعض مساكنهم، أو المراد منه قد ظهر لكم هلاكهم من بعض مساكنهم، يعني عندما رأيتم مررتم على ديارهم على مساكنهم بذلك عرفتم هلاكهم. وقد تبين لكم هلاكهم من مساكنهم، قد تبين لكم هلاكهم، فالضمير يعود إلى الهلاك، والهلاك هو مقدر لأن الله تعالى قال وعادا وثمودا، ومعناه وأهلكنا عادا وثمودا. ثم قال وقد تبين لكم أي ظهر لكم هلاكهم من مساكنهم، يعني هذا الهلاك ظهر لكم بالنظر إلى مساكنهم وإلى ديارهم. أو المعنى الثاني قلنا قد تبين لكم من مساكنهم أي بعض مساكنهم، وإذا رأوا إلى مساكنهم يعرفون يعني الهلاك ويعرفون أنهم هلكوا. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وزين لهم الشيطان أعمالهم، الشيطان حسن لهم الكفر والشرك والمعاصي وتكذيب الأنبياء وإيذاؤهم، الشيطان زين لهم ذلك، حسن لهم، جعل هذه الأفعال السيئة، جعل إيذاء الأنبياء وتكذيب الأنبياء والكفر بالله والشرك جعله حسنا في أعينهم، جعل هذه الأشياء كلها حسنة في أعينهم، فكانوا يرتكبون السيئات، يرتكبون الذنوب، ويكذبون الأنبياء، يؤذون الأنبياء، ويرون أن هذا حق، ويرون أن هذا حسن، فالشيطان زين لهم أعمالهم، والمراد من الأعمال الكفر والشرك وتكذيب الأنبياء وإيذاؤهم. زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل،
فالشيطان صدهم، الشيطان منعهم عن السبيل أي عن دين الله سبحانه وتعالى. السبيل هو الإسلام، هو دين الله سبحانه وتعالى. فالشيطان لما زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم سوء أعمالهم وحسن لهم بهذا، هو منعهم عن سبيل الله تعالى، عن دين الإسلام، عن اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكانوا مستبصرين، وهؤلاء كانوا عقلاء متمكنين من النظر والاستدلال، يعني كانوا يستطيعون أن يعملوا فكرهم حتى يعلموا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صادقون في دعواهم، لأن الله سبحانه وتعالى أيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات، أيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات، وهذا يدل على أنهم صادقون. فلو أعملوا فكرهم واستدلوا بالمعجزات على صدق الأنبياء لعلموا أن الحق مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا آمنوا بالله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء بقوا في غيهم وفي كفرهم وشركهم، وحسن لهم الشيطان أعمالهم، فهؤلاء لم يعملوا فكرهم ولم يعني يستعملوا عقولهم، وأصبحوا هكذا في الكفر، فنزل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم العذاب ظلما منه، الله لم يظلمهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. الله سبحانه وتعالى رزقهم العقل وأرسل إليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد أن وعدوا الله سبحانه وتعالى وعد ألست، وقالوا يا الله أنت إلهنا، نحن نؤمن بك. والآن بعد هذا لو ما بعث الله أي رسول إلى الدنيا فكانت الحجة تامة عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ منهم الميثاق الوعد، وعد ألست بربكم، قالوا بلى وربنا، فكلهم أقروا بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد وهو ربهم. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب السماوية، والله سبحانه وتعالى رزقهم العقل، ونشر الله سبحانه وتعالى الآيات الكثيرة في الكون التي تدل على وحدانية الله تعالى. مع هذا كله هؤلاء لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، فهم ظلموا أنفسهم بارتكاب الشرك والكفر والمعاصي، فنزل عليهم عذاب الله، فهم عرضوا أنفسهم لعذاب الله وكانوا ظالمين لأنفسهم. فكانوا مستبصرين بمعنى كانوا عقلاء متمكنين من النظر والفكر والاستدلال، ولكنهم لم يعملوا فكرهم. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى إهلاك أو هلاك قارون وفرعون وهامان، وقال تعالى وأهلكنا قارون وفرعون وهامان. قارون وفرعون وهامان عطف على عاد وثمود، والمعنى عاد وثمود أهلكنا عاد وثمود، وهكذا المراد قارون وفرعون وهامان، أهلكنا قارون وفرعون وهامان. قارون هو صاحب الأموال الكثيرة والكنوز الوفيرة، كانت عنده أموال كثيرة والكنوز كثيرة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه كانت جماعة كبيرة يعني تأخذ المفاتيح التي كانت لخزائنه، المفاتيح التي كانت لخزائن قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة على القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فذكر الله تعالى أنه أصحاب الأموال الكثيرة في سورة القصص الآية 76، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، جماعة من أهل القوة كانوا يحملون المفاتيح لخزائنه، فالله أعطاه مالا كثيرا. ولكن لما لم يتبع موسى عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يتهم موسى عليه الصلاة والسلام بالزنا ولم يؤمن بالله، فهذا المال لم ينفعه، الله جمع له ماله وبيته وخسف الله تعالى به وبداره الأرض، خسف الله به وبداره الأرض وهو يدخل في الأرض كل يوم. وقارون وكان ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام، وقدم الله تعالى قارون هنا على فرعون وهامان لشرف النسب، لأنه كان يعود نسبه إلى نسب موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام هو نبي الله، فنسبه نسب شريف، فقدم قارون على فرعون وهامان.
أو يمكن أن نقول لأن أكثر الناس يطغيهم المال، أكثر الناس يطغيهم المال، المال يكون سببا لطغيانهم، المال سببا للمعاصي، فقدم صاحب المال قارون. ثم ذكر فرعون وهامان. فرعون هو ملك مصر في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، وكان من الطاغية من الجبابرة. وهامان، هامان وزير فرعون، وزير فرعون، وكان يتبع فرعون. فقال تعالى وقارون وفرعون وهامان، أهلكنا قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، ولكن نزل عليهم عذاب الله بعد إتمام الحجة عليهم من الله، بعدما أتم الله الحجة عليهم ببعثة موسى عليه الصلاة والسلام وبإظهار المعجزات على يده، عندما لم يؤمنوا وأصروا على الكفر والشرك والطغيان، فنزل عليهم عذاب الله تعالى في سورة الغرق، فقال ولقد جاءهم موسى بالبينات، والله لقد أتاهم موسى عليه الصلاة والسلام بالبينات، بالآيات المعجزات، بالآيات الواضحات، وهي الآيات التي تدل على صدقه، منها العصا واليد البيضاء وغير ذلك من الآيات، سنذكرها في موضع آخر إن شاء الله. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فتكبروا في الأرض، لم يتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، وتكبروا عن الإيمان بالله في الأرض، وهذا التكبر كان بغير حق، ما كانوا مستحقين للتكبر، ولكنهم تكبروا في الأرض بغير الحق. وما كانوا سابقين، وما كانوا فائتين الله تعالى، وما كانوا يستطيعون أن يهربوا من الله، فالله سبحانه وتعالى، وما كانوا يستطيعون أن يفوتوا الله سبحانه وتعالى، فالله قادر عليهم، والله سبحانه وتعالى أدركهم وعذبهم الله تعالى في الدنيا وسيعذبهم في الآخرة. وقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فكل واحد من هؤلاء المذكورين أخذناه بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، كلا هذا في يعني منصوب مع التنوين، وهذا التنوين عوض عن المضاف إليه، التنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف، والمضاف إليه واحد من هؤلاء المذكورين، فكل واحد من هؤلاء المذكورين أخذناه بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه. وتقدير العبارة أخذنا كل واحد من هؤلاء المذكورين أخذناه بذنبه، وهذا يعني منصوب على شريطة التفسير كما درستم في هداية النحوي، على شريطة التفسير، يعني الفعل فعل مقدر قبل هذا الاسم المنصوب وبعده فعل يفسر هذا الفعل المقدر. زيدا ضربته، درستم هذا المثال، زيدا ضربته، أي ضربت زيدا ضربته. فهكذا فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذناه بذنبه، أو نقول فكلا أخذنا، كلا هذا مفعول به مقدم، وأخذنا ليس بعده مفعول به محذوف. فكل واحد من هؤلاء المذكورين، من هم المذكورون؟ عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان. وهؤلاء كل واحد من هؤلاء المذكورين وقوم شعيب عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء المذكورين أخذناه بذنبه، أي عاقبناه بذنبه وعذبناه وأهلكناه بذنبه، نحن أخذناهم، أخذنا بذنبه بمعنى عاقبناه وأهلكناه بذنبه، وذنبه ذنبهم يعني فيه في بعض الذنوب اشتراك، وهو الشرك والكفر وتكذيب الأنبياء وإيذاؤهم، وهناك من الأمور التي هي مخصوصة ببعض القوم كانوا يرتكبون هذه السيئات أيضا. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. ثم ذكر الله تعالى أنواع العذاب التي نزلت بهم، فقال تعالى فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، من هؤلاء المذكورين من أرسلنا عليه حاصبا، من أرسلنا عليه عذاب الحاصب. الحاصب هي الريح العاصفة الشديدة التي تحمل الحصباء، التي تحمل الحصباء الحجارة الصغيرة، تحمل الحصباء الحجارة الصغيرة. وهذا العذاب إما نزل على قوم عاد أو نزل على قوم لوط، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القمر
قال تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. الصورة قبل سورة الرحمن سورة القمر. قال تعالى فيه إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. وهنا إذن قال حاصبا، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، فأرسل الله عليهم ريحا باردة شديدة تحمل الحصباء، فيها حصباء حجارة صغيرة، وهذه الحجارة يضرب بها القوم. وكذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الريح الشديدة على قوم عاد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة. فأما ثمود فأهلكوا بطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. ففي هذه الريح كانت حصباء أيضا، كانت حصباء، وهذا في بداية سورة الحاقة. فقال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أخذته الصيحة. قد سبق لنا قبل قليل أخذته الصيحة من هم؟ قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، أهل مدين، أهل مدين أخذتهم الصيحة. ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. من خسفنا به الأرض هو قارون، كما ذكرنا في الآيات في سورة القصص، فخسفنا به وبدار الأرض. وهذه الآية هي آية 81 في سورة القصص، فخسفنا به وبداره الأرض، فالله خسف به الأرض، فهو يغيب في الأرض كل يوم ويدخل في داخل الأرض كل يوم. ومنهم من أغرقنا، ومن هؤلاء المذكورين من أغرقنا. الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون وأتباعه، أغرقهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا قد ذكر الله تعالى قبل صفحتين قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وقوم نوح أيضا هم يعني أغرقهم الله سبحانه وتعالى، فغرقوا جميعا. ومنهم من أغرقنا، يدخل في أغرقنا قوم نوح، وكذلك قوم فرعون، وفرعون كذلك أتباع فرعون. الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم ذكر الله تعالى بعد ذكر عذابهم، ذكر أن هذا العذاب يا جوهري لم يكن ظلما من الله، لم يكن يا عبد الكريم ظلما من الله سبحانه وتعالى، بل هذا كان ظلما من أنفسهم. هم ظلموا أنفسهم. كيف ظلموا أنفسهم؟ هم ارتكبوا الشرك والكفر والمعاصي، وهكذا عرضوا أنفسهم لعذاب الله. فهم ظلموا أنفسهم، هم ظلموا أنفسهم حيث عرضوا أنفسهم لعذاب الله تعالى. كيف عرضوا أنفسهم لعذاب الله؟ بارتكاب الشرك والكفر والمعاصي. فقال تعالى وما كان الله ليظلمهم. الله سبحانه وتعالى لا يظلم، كما قال تعالى وما كان الله ليظلمهم، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، لا بنقص الثواب ولا بزيادة العقاب. يعني إذا كان أحد من المؤمنين له ثواب فالله لا ينقص من ثوابه، فلا يظلمه بنقص الثواب. وإذا كان أحد كافرا ويستحق العذاب فالله سبحانه وتعالى لا يزيد في عقابه، بل يعذبه بعذاب يستحقه. ففي هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى طغيان الأقوام الماضية، والمقصود من ذكر هذا هو تنبيه قريش وتنبيه أهل مكة الذين كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى، وكانوا يرتكبون السيئات ويؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء أهل مكة هم مشتركون مع هؤلاء الأقوام الذين أهلكهم الله تعالى بالعذاب، مشتركون في كثير من الأشياء. فهذا فيه تخويف لهم، هذه القصص تخويف لأهل مكة ولجميع الكفار من هذه الأمة. فإن الله سبحانه وتعالى أهلك هذه الأمم الماضية بسبب الكفر والشرك والتكذيب وإيذاء الأنبياء، فكل من يرتكب ذلك يعذبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وسيعذبهم في الآخرة. فهذا هو المقصود من بيان هلاك هذه الأمم الماضية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الأموال وأهل أهل الملوك وأهل الملك، يعني الملوك، وذكر تعالى أن هؤلاء لما نزل عليهم عذاب الله ما نفعهم ملكهم وما نفعهم مالهم، إن الذي ينفع وقت العذاب هو الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ المؤمنين من العذاب ويعذب الكافرين. صدق الله العظيم.